قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت مصنعاً في مدينة دنيبرو الأوكرانية ينتج أجزاء من صواريخ تشكا يو الباليستية، مضيفة أنها أسقطت أيضاً 3 طائرات أوكرانية وطائرتين هليكوبتر. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وجه في وقت سابق بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تصريحات شويغو جاءت خلال جولة تفقدية قام بها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتعد هذه الجولة الثانية التي يقوم بها وزير الدفاع الروسي إلى منطقة انتشار القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا، بعد جولة أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام شويغو بها يوم 26 من يونيو الماضي. قال حاكم منطقة خاركيف إن ضربة جوية روسية أصابت بلدة بشمال شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين. وفي نيكوبول قتل شخصان بعد تعرض البلدة لقصف روسي بحسب تصريحات حاكم الإقليم. وأضافت خدمة الطوارئ أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتين لشخصين من تحت الإنقاذ. وقال حاكم الإقليم إن روسيا أطلقت 53 صاروخا من طراز جراد على البلدة. أعلن رئيس الإدارة العسكرية في لوهانسك الأوكرانية سيرهي هايداي إن الجيش الأوكراني يحاول منع القوات الروسية من الاستيلاء على طريق استراتيجي مهم بالنسبة لهم لأكثر من شهرين. وقال هايداي إن القوات الروسية تواصل هجومها للسيطرة على طريق ليشانسك بخموت. في سياق متصل أعلن رئيس الإدارة العسكرية الروسية أن القوات الروسية تقصف منطقة نيكوبول بصواريخ متعددة من طراز جراد. أعلن رئيس شركة إنجروم أوتوم الأوكرانية المملوكة للدولة والمشغلة لمحطة الطاقة النووية أن الجيش الروسي نشر قذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا جنوب الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية شهر مارس. وأضاف رئيس الشركة أن الجيش الروسي يستخدم قاذفات الصواريخ لقصف منطقة نيكوبول. وقال أيضا إن الروس عمدوا إلى ترتيب أنظمة إطلاق صواريخ على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوريجيا ويقصفون منطقة نيكوبول انطلاقا من هناك. حثت إندونيسيا وزراء مالية مجموعة 20 على الاستمرار في التركيز على أهدافهم الرامية إلى إنعاش الاقتصاد العالمي. يأتي ذلك بينما صرح مصدران مطلعان لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يختتم اليوم اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة 20 للاقتصادات الكبرى دون بيان رسمي. يأتي ذلك بسبب استمرار الانقسامات داخل المجموعة بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا. وأدان كبار المسؤولين الغربيين بمنفي وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالين ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند الحرب، وهاجموا المسؤولين الروس للتداعيات الاقتصادية الهائلة التي سببتها الحرب، فيما التزمت دول أخرى منها الصين وجنوب أفريقيا والهند الصمت. قررت اليابان الحفاظ على مصالحها في مشروع سخالين 2 للنفط والغاز الطبيعي المسال في الشرق الأقصى الروسي، مع استمرار التنسيق مع 2 من أصحاب المصلحة اليابانيين لتحقيق هذه الغاية. وذكرت مصادر حكومية أنه وفقا لهذه الخطة ستحتفظ شركتا ميتسوي وشركائه وميتسوبيشي كارب ب 12.5% و10% على التوالي من حصص الشركة. يأتي ذلك على الرغم من
توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمر بإنشاء شركة تشغيل روسية جديدة لإحكام قبضتها على المشروع، في خطوة اعتبرتها طوكيو بمثابة انتقام من اليابان ودول أخرى بسبب العقوبات التي فرضتها على روسيا عقب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.